أرجع إلى الأخت أسماء من ليبيا، سألت بالأمس تقول تريد نصيحة عامة حول الوسوسة. قلت طبعا أنا سألتها ما هي الوسوسة أنواع، فقالت عموما. على العموم يا أختي الفاضلة، ربنا جل وعلا أنزل سورة كاملة اسمها سورة الناس، التي هي بإذن الله تعالى علاج للوساوس ولشر الشيطان. يقول جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه السورة العظيمة ينبغي للمسلم أن يتأملها كثيرا، وأن يقرأ في تفسيرها، وأن يستعين بالله جل وعلا على قراءتها باستمرار، هي وسورة الفلق وقل هو الله أحد قبلها، وأيضا آية الكرسي. هذه بإذن الله تعالى عاصمة من الوساوس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. الوسواس الخناس، طبعا الشيطان هو الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقبلها سورة الفلق، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر كل ما يعني خلقه الله عز وجل من الشرور، يستعيذ الإنسان بالله تعالى منه. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. حتى حسدة البشر يستعيذ الإنسان بالله تعالى منهم. والمقصود أن الإنسان أيضا مع هذا كل أن يبذل الوسائل، يعني مثل القراءة، وكذلك أن يكثر من الأذكار والأدعية، وأيضا أن يطلب العلم الشرعي. العلم الشرعي وهذا ثابت بالتجربة أنه أعظم الأسباب المعينة على طرد الوساوس، لأن الإنسان إذا تمكن من العلم الشرعي، العلم بالله وبأسمائه وبصفاته، العلم بآياته بالأحكام الشرعية التي أنزلها، العلم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه كلها بإذن الله تعالى أحد الأسباب القوية لطرد الوساوس. ولذلك لا تجد أحد من أهل العلم يعاني من الوساوس، لا تجد في الغالب يعني طالب علم أو شيخ أو إمام يعاني من الوساوس. لماذا؟ لأن عنده اليقين وعنده الثبات وعنده العلم الذي يطرد الله جل وعلا به الوساوس عنه حينما ينظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. الآن مثلا وساوس الوضوء، والله لو جلس هؤلاء الذين يوسوسون في الطهارة ودرسوا باب الطهارة وباب المياه وباب الاستنجاء والاستجمار وباقي وباب الغسل، وتعلموا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وكيف كان يفعل وكيف كان يرشد، والله ما دخلهم هذه الوساوس التي أرهقتهم وأتعبتهم. وأوصيك يا أختي الفاضلة بقراءة بعض الكتب التي فيها مثل هذا، مثل كتاب ذم الوسوسة أو ذم الموسوسين، ويعني كتب ابن القيم رحمة الله عليه من أفضل الكتب التي تعالج مثل هذه المسألة، لأن المسألة يعني طويلة وواسعة وذيولها يعني ليس لها حصر، لكن هذا بإجمال. بارك الله فيك.